الفوز بالمركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام من كل صح، وفي شوطنا الرابع عشر في تعداد اشواط هذه المسيرة مع انطلاقات ايضا جعدان الحجايج الاربعة كيلومترات والاسماء التي ايضا تزين هذا الميدان باحثة عن الناموس والانتصار، اسماء كبيرة وشعارات عملاقة مشاركة في هذا الميدان، ميدان الذكي في دانة الدنيا دبي، ليسير مباشرة مع الصدارة ومع المركز الاول اللي وصل هنا في صدارة هذا الشوط. مع هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات ايضا في هذه الانطلاقات المثيرة ليتقدم مباشرة مع اللي وصل في صدارة هذا الشوط مخلاب سيب بن مسفر بن راشد العميمي، الدور دور المركز الثاني من الجانب الاخر اللي ياتينا في هذه اللحظات، الوصول من مشعل علي بن سيب بن علي بن راشد الاكتبي، ولكن التقدم الجميل من معاند محمد بن جاسم بن براك المزروعي، الوصول والتحرك ايضا المتميز اللي يتقدم شعار بن كليب ويقدم لنا ايضا مشعل علي بن سيب بن علي بن راشد الاكتبي، الوصول والتحرك ايضا ايضا اللي قادم من الجانب الاخر، وصل هناك مرفوق حمد بن راشد بالعامري الاكتبي واللي يتقدم من الجانب الاخر ايضا ندائنا هناك على سادس المراكز، وصل ايضا في هذه اللحظات وصل شايق مطر بن حمد بن حمد بن بياد الرميثي المركز السادس، يتقدم شمروخ سلطان بن علي بن سلطان بن رشيد اللي قادم من الجانب الاخر، وصل الشامخ حمدان بن محمد بن سالم الاكتبي واللي يتقدم في هذه الانطلاقه الجميله، اللي يتقدم هناك الوصول والتحرك من لوسيل محمد بن سالم بن راشد المزروعي، ما شاء الله شعار بن رقراقي بدا في التحركات الجميله، واللي واصل من الجانب الاخر ايضا مرفوق حمد بن راشد بالعامري الاكتبي، العشر المراكز الاولى اذعناها على مسامعكم، ومنها نتحول نحو الصداره نحو الانجاز نحو ايضا شعار المزروعي. من يتقدم في هذه اللحظات؟ الشامخ 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 حمدان بن محمد بن سالم الاكتبي اللي يتقدم في هذه اللحظات، المركز الثاني اللي يتقدم هناك ايضا معاند محمد بن جاسم بن براك المزروعي اللي ياتي على ثاني المراكز، والمركز الثالث اللي ياتي ايضا من هذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير، وصول هناك من مخلاب سيف بن راشد سيف بن مسفر بن راشد العميمي، ولكن شوف اللي يغير اللي بدا ايضا يتسلل اللي بدا يتسلل يغير مجريات الامور، يغير صدارة هذا الشوط الوسهيل محمد بن سالم بن راشد المزروعي بن رقراقي، يتقدم نحو الصدارة يتقدم نحو الانجاز، ولكن ما شاء الله ما شاء الله يا هذا الدخول من معاند محمد بن جاسم بن براك المزروعي المركز الثالث اللي ياتي على ثالث المراكز، الرامي سعيد بن ناصر بن حميد الشامسي اول اذاعه للرامي في هذا الدخول الجميل، شعار الغفيلي ايضا بدا في التدخل الجميل والاداء ايضا المتميز، الجعدان الجعدان بدا في التحرك الاخير بدا في التحرك المثير، شوف اللي انطلق في هذه اللحظات بن رقراقي يقدم لنا الوسيل محمد بن سالم بن راشد المزروعي، بسم الله الرحمن الرحيم يا هذا الانطلاق الجميل يا هذا الدخول الرائع، شوف اللي واصل من الجانب الاخر، شوف اللي يتحدى الجميع، راهي ناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيالي، ولكن اللي داخل اللي واصل راهي محمد بن عبد السلام بن محمد العلوي، راهي 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 اللي ينطلق اللي ينطلق مع الامتار الاخيره مع الامتار الاخيره وال400 متر الاخيره اللي يقدمها راعي راهي محمد بن عبد السلام بن محمد العلوي، المركز الثاني المركز الثاني ايضا راهي ناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيالي، لكن راهي راهي الله
الله الله محمد بن عبد السلام بن محمد العلوي، بقول تهانينا وناموس سلام سلام لهالي السمحة، سلام سلام لهالي السمحة، سلام لحظات وصول راهي إلى خط النهاية، تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني اللي أتانا فيه أيضا راهي ناصر بن حمد بسهيل بن عويض الخيلي، المركز الثالث كرار محمد بن حميد بن ريكان بن نجيم الوهيبي، والمركز الخامس اللي أتانا هناك أيضا الشامخ حمدان بن محمد بن سالم الأكتبي سالم إبراهيم في هذه الانطلاقات الجميلة. أيضا وصل معنا مخلاب سيب بن راشد، سيب بن مسفر بن راشد العميمي، تهانينا والناموس. هذه لحظات وصول راهي، لحظات وصول راهي في هذه الانطلاقة الجميلة والتحدي المثير. 5:59 بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس لمالك راهي محمد بن عبد السلام العلوي، من قدم لنا راهي أيضا. راهي اللي يأتي على ثاني المراكز ناصر في هذه الانطلاقة 6 دقائق جزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس أيضا لراهي ناصر بن حمد بسهيل بن عويضة الخيلي على هذه الانطلاق الجميل والتحدي المثير. المركز الثالث في أشواطنا لهذا اليوم في هذه التحدي المثير، 6:03 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس ايضا في هذه الانطلاقه الجميله كرار محمد بن حميد بن ركان الوهيبي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر على ارضيه ميدان المرموم في هذه اللحظات تعلن انطلاق